السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفرد الثاني في SVT علوم الحياة والأرض، السنة الثانية إعدادي، الدورة الأولى طبعا. إذا هذا النموذج واحد من فرد الثاني. إذا هذا هو الامتحان، إذا بغيتي تشوفه في القناة مباشرة تبع معنا، بغيتي تيليشارجيه غتلقاه تحت وصف الفيديو، يعني في صندوق الوصف كما العادة. إذا على بركة الله. إذا السؤال الأول هو هذا، واضح وباين، وقف الفيديو وشوف مع راسك وصحح. إذا الآن غادي ندير التصحيح ديال التمرين الأول. ها هو، إذا نمر إلى التمرين الثاني. ها هو، souligner les réponses justes ou bien souligner les bonnes réponses. إذا نوقف نشوف الآن الأجوبة. ها هي، إذا هنا خسرنا غير الأجوبة الصحيحة، les réponses justes ou bien les bonnes réponses. إذا نمر إلى الإكزرسيس الثالث. Corrigez les propositions suivantes. Elles sont toutes fausses. L'ensemble. Il n'a mort il a terminé le rabbi ou il a شطر تاني من الامتحان عليه 12 نقطة. اكزرسيس الأول، لو دوكيمون سي دوسي او سي دوسو عفوا بريزونت دو زون. اذا جاوبوا الاسئله. الان الجواب، نمر الى التمرين الثاني. ها هو، وقف الفيديو جاوب على خاطرك ثم الجواب الآن. نعم، التمرين الثالث، الإكزرسيس الثالث، نمر إلى الجواب. هو وأخيرا صلوا على رسول الله.